طيب يلا بينا يا شباب. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الدراج ديزاين بروسيس صح؟ واتفقنا ان احنا طول السمستر هنقعد نتخصص في البروسيس دي. طيب عايزين نسأل سؤال. لو انت اتعينت في شركة محترمة لو يعني to start a drug design project ايه الأسئلة اللي المفروض تسألها؟ يعني انت في الانترفيو وقعد يقول لك اتكلم عن نفسك، فانت كلمتهم عن قدراتك العظيمة، وبعدين قالوا لك بقى انت عندك أسئلة عايز تسألها، تسألهم ايه؟ ان شاء الله يظبط موضوع مرتب نتكلم في الحاجات دي، الحاجات اللي ليها دعوه بالبروجكت. ايه الاسئله اللي المفروض تتسال؟ نظام الدرايه قبل كده هما بس كل اللي قالوه ان احنا هنعمل ديزاين يو دراج، فانت المفروض تسال ايه؟ بيتعالج ايه؟ اول حاجه نسالها احنا عايزين نعرف ايه الديزيز صح كده؟ تمام. تاني سؤال المفروض نساله للناس دي ايه؟ ما انت عايزك تسال اسئله سبيسيفيك. ايه التارجت اللي هشتغل عليه؟ ايه البيولوجيكال تارجت اللي هشتغل عليه صح كده؟ هل عارف الاستراكشر ولا هشتغل على ليجنز؟ ماشي كويس. هل انا عارف اصلا انا عارف البيولوجيكال تارجت، هل عارف الاستراكشر بتاعه ولا هشتغل على ليجنز؟ تمسك في الاستراكشر ده تمام؟ ده احنا كده بنبتدي بنفتح كلام صح؟ طب البيولوجيكال تارجت ده احنا كنا اتفقنا فيه شروط معينه للبيولوجيكال تارجت، مش اي تارجت وخلاص صح؟ زي ايه؟ لو حد فاكر المحاضره اللي فاتت يبقى سبيسيفيك، يبقى افيشنت، يبقى فاكرين الحاجات دي تمام. فدي الاسئله اللي بتسالها علشان نبدا البروجكت. وبعد كده هيبقى المطلوب منك في الشركه ايه؟ انك انت تحاول تفايند ايه هيتس صح كده. الهيتس دي المفروض ان هي ايه كومباوندز ليها سام اكتيفيتي بتمسك في الايه في التارجت ماشي كده. طيب وبعد كده هيبقى المطلوب منك ايه لو البروجكت مشي وكمل زي الفل؟ نعمل هيت تو ليد اوبتمايزيشن. يعني الهيتس دي نحاول نطلع منها حاجه اسمها ليد كومباوند تمام كده. وبعد الليد كومباوند هنبتدي بقى نعمل ايه التوكسيستي والتستنج والحركات دي كلها، وبعد كده لو الدنيا كملت تخش في البري كلينيكال ستاديز والكلينيكال ستاديز اند سو اون صح كده يا جماعه؟ طيب البري كلينيكال ستاديز هي اللي بتعمل فيها التوكسيستي. حد فاكر البري كلينيكال ستاديز كانت هي ايه؟ على الانيمالز. كنا بنعمل ستاديز على الانيمالز. طب تعالوا ناخدها بالترتيب. في الاول خالص لما بتشوف الهيت او الليد كومباوند بتعمل لهم انهي انواع من الستاديز عشان تعرف الافكسي بتاعتهم؟ كنا بنعمل لهم ايه؟ حتى لو مش فاكرين المحاضره تخيلوا ايه المفروض يتعمل معاك كومباوند ده، انا اعرف ده اكتف ولا لا ازاي؟ مثلا اركبه على الانزيم واشوفه بيعمل له انهبيشن ولا لا. لو في سيرتن انزيم عايز تعمل له انهبيشن مثلا، او ريسبتور عايز تعمل له بلوكينج او وات ايفر تمام. طيب دي اللي كنا بنعملها في البايو كيميكال اسيز. وكنا بنقول ان في كمان حاجه اسمها سيل بيزد اسيز لو فاكرين تمام، اللي بتتعمل على الكاكو تو بتتعمل مش عارف اهم شويه حاجات كده. طيب حلو قوي. وبعد كده كان في اللي هي التوكسيسيتي اللي كان بيتعمل على الانيمالز. كنا بنقول بنجيب انيمال موديل المفروض بنعمل انيشيشن للديزيز في الموديل ده، وبعد كده نبتدي نشوف هل الدراج بتاعنا بيعالج الديزيز ده ولا لا، نتاكد من الافكسي. في نفس الوقت نشوف لو في سايد افكتس بانت على الفار او على الارماديلو او وات ايفر كريتشر يو هاف تمام كده؟ خد زعلان؟ كله مبسوط؟ وبعد كده بقى بنخش في كلينيكال ترايلز فيز 1 فيز 2 اند فيز 3 صح كده؟ كانت بتقعد تكبر عدد الناس وبيكبر عدد الايه؟ الفلوس اللي بتدفع كل ما بتخش في الايه تعدي الفيز. واخر حاجه اتكلمنا عنها المحاضره اللي فاتت كان ايه اسباب الدراج اتريشن، ليه البروجكت بتاعنا بيقف وليه الحاجات بتتسحب من السوق. فاهمين حاجه كده؟ لو في سايد افكتس جامده قوي، احنا قلنا ان كان في مشاكل في الفارماكوكينيتكس برضه ممكن بتحصل وبتظهر بعد كده، بس غالبا كانت بتتعرف من بدري صح؟ حد اوفندد ان انا خلعت الجروبه؟ تلاقوش انا كامل قميص ده عشان عامل حساب اللحظه دي. طيب تعالوا نشوف بقى احنا هنمشي ازاي في البروجكت. في طريقتين زي ما حد منكم قال، يا اما هنشتغل ستراكشر بيز دراج ديزاين، يا اما هنشتغل ليجن بيز دراج ديزاين. ستراكشر بيز دراج ديزاين يعني انت عارف الاستراكشر بتاع التارجت. خلي بالك في حاجتين لازم نفرقهم. انا كده كده لازم ابقى عارف التارجت، يعني انا هشتغل على البروتين مش عارف كاينيز اللي موجود في الحته الفلانيه، بس هل انا عارف الاستراكشر بتاعه؟ مش شرط. يعني انت ممكن تبتدي دراج ديزاين بروجكت وانت مش عارف الاستراكشر بتاع التارجت، بس لازم تبقى عارف التارجت. فاهمين حاجه يا جماعه؟ مفرقين الاثنين؟ طيب حلو قوي. لو انت عارف الاستراكشر بتاع التارجت بتبقى انت في الريلم بتاع الاستراكشر بيز دراج ديزاين. الاستراكشر دايما ريفيرز تو ذا ستراكشر اوف ذا تارجت. ماشي
عشان كده كان structure لما يتقال structure based drug design we are referring to the structure of the target. كله معايا؟ طيب افرض انا عارف التارجت، انا عارف التارجت هو ايه مثلا الريسبتور الفلاني بتاع الانسولين مثلا ولا مش عارف الريسبتور الفلاني ده، بس انا مش عارف الستراكشر بتاعه، يبقى انا ساعتها هشتغل بطريقه ثانيه خالص اسمها ليجند بيز دراج ديزاين. ماشي كل الكلام ده لو عارف بنتكلم على الكمبيوتر، يعني بعد الكمبيوتر بتشتغل على ايه؟ يو ار ستارتنج ذا دراج ديزاين بروسيس ثرو كمبيوتر. تمام كده؟ طب هو في طريقه ثانيه ممكن الاقي بيها الهيتس غير ان انا استخدم الكمبيوتر؟ لا غير السندلتي، احنا بنتكلم في راشنال بيز ديزاين. صح الهاي ثروبوت سكريننج او انك انت تعمل مش لازم يبقى هاي ثروبوت، ممكن تعمل سينثيسز لشويه كومباوندز في المعمل وبعد كده تتاكد هل هم ليهم بيولوجيكال اكتيفيتي ولا لا من غير ما تلمس الكمبيوتر خالص. تمام معايا؟ انتوا فاهمين الدنيا ولا لا؟ فاهمين الفرشه الاساسيه؟ ده هيساعدكم ان شاء الله في مذاكره المحاضره الاولانيه، يعني دي الكي بوينتس اللي هتساعدنا في مذاكره المحاضره الاولانيه. طيب احنا عايزين المحاضره النهارده هتتكلم عن التارجت بقى، البروتين نفسه اللي انا عايز اتارجته، عايز ابص عليه واركز عليه واحاول ايه اجاوب شويه اسئله. البروتين ده موجود فين في الجسم؟ مش يعني اول سؤال البروتين ده موجود فين، مثلا ممكن يكون في البرين. الحاجات دي بتسيستم لي الديزاين بروجكت ليه؟ لان انا لو في البرين مثلا يبقى انا كومباوندز لازم تعدي البرود برين بارير. فاهمين قصدي؟ يعني طب لو هي مش عارف الحته الفلانيه يبقى في دماغي كده ايه سيريز اوف بارامترز المفروض تتوفر في الدراج ان ادفانس. البروتين ستراكشر ايه؟ هل هو معروف؟ طب لو هو معروف هل في ليجند المعروف بيمسك فين في البروتين ستراكشر ولا لا؟ الحاجات دي كلها هنحاول نجاوبها النهارده او نحاول نفهم ايه علاقتها. يعني البروتين ده بينتراكت مع بروتينز ثانيه ثرو ا سيرتن ميتابوليك باث واي ولا لا؟ اكيد يعني، بس الميتابوليك باث ويز انتر كونكتد ازاي؟ احنا هنعمل ايه؟ هنستدي البروتين كاركترايزيشن، وجزء منه هيبقى ان احنا نحاول نفهم البروتين ستراكشر. خلينا نبتدي البروتين كاركترايزيشن، عايزين نعرف الميتابوليك باث واي، البروتين بيعمل ايه بقى؟ الحاجات دي مش هنتكلم فيها بالتفصيل ليه؟ لان ده مش فارماسيوتيكال كيمستري. الجماعه بتوع البايو كيمستري والناس بتوع الباثولوجي والحاجات دي هم اللي ايه اللي ليهم علاقه بالكلام ده. تمام؟ بعد كده عايزين نشوف ده ترتيب المحاضره، يعني هنشوف اللوكيشن اوف اكسبريشن برده بسرعه، وبعد كده هنتكلم عن فاندنج ذا اكتف سايت، ده الجزء الاساسي في المحاضره. معايا يا شباب؟ طيب الميتابوليك باث وايز في ويب سايتس كتيره على على الانترنت زي الاكسباسي والميتا سايك والحاجات دي، بيبقى فيها البايوكيميكال باثويز، باثويز كتيره قوي ومعقده جوه الجسم. حاجات انتوا خدتوا بايوكيمستري وعارفين لما تقعد تحفظ مش عارف الجلايكوليسيس بيحصل ازاي، في باثويز معقده جدا جدا جدا، واحنا يعني الهيومن بينجز مش عارفين معلومات، يعني مش مجمعين الباثويز كلها، يعني الدنيا في حاجات كتيره نقط ضلمه يعني في الموضوع ده. المهم ان احنا يعني في حاجات ممكن يو كان ريفير تو لو انت عايز تعرف الميتابوليك باثوي بتاع البروتين بتاعك. طيب لو انا عايز اعرف البروتين ده بيحصل له اكسبريشن فين؟ في بروتينز بتبقى اكسبريسد ان افري سيلز، وفي بروتينز في تيشوز معينه، وانتوا عندكم فكره عن الموضوع ده. فاكرين لما كنتوا بتاخدوا الكوكس 1 والكوكس 2 لو فارماسيوتيكال كيمستري، كان ايه الفرق ما بينهم؟ في الناحيه دي في الحته دي حد فاكر؟ لا انا عايز البروتين نفسه ايه الفرق؟ البروتين بين كوكس 1 وكوكس 2. لا كان في واحد بيطلع في الجسم كله اللي هو كوكس 1 في حتت كتيره في الجسم، وفي واحد بيطلع ساعه الانفلاميشن بس في الحتت اللي فيها انفلاميشن اللي هو كوكس 2. عشان كده لما ناخد حاجه كوكس 2 سيلكتيف ما كانتش بيبقى ليها السايد افكتس بتاعت كوكس 1. معايا في اللعبه دي؟ هو كان بيلاقي سايد افكتس ثانيه زباله، وده اللي خلاها اتسحبت من السوق، كتير منهم اتسحبوا. تمام؟ تعطينا الموضوع ده صح؟ انما انت لو هتعمل انهبيشن لكوكس 1، كوكس 1 موجود في حتت كتيره جدا وبيطلع بروستاجلاندنز يعني في مناطق كتيره جدا من الجسم وبيخدم في حتت كتيره. فانت لما تعمل انهبيشن لكوكس 1 دي مش حاجه حلوه. لكن لو عملت انهبيشن لكوكس 2 بس، كوكس 2 بيطلع في الحته اللي فيها ايه؟ الانفلاميشن. فاهمين اللعبه؟ تمام؟ فالمكان اللوكيشن بتاع الاكسبريشن بيفرق قوي في الدراج ديزاين ايه؟ بروسس. طيب اللوكيشن بتاع الاكسبريشن كمان بيساعدني ان انا احدد الفارماكوكيناتيك بارامترز ازاي؟ اللي انا متوقع ان انا احتاجها في الدراج بتاعي. ركزوا معانا يا شباب، موبايل ركزوا معانا. انا لسه اي حاجه لو كان مثلا حاجه في البرين يبقى لازم يبقى لايكوفيليك عشان يعدي من البرين بارير. تمام؟ كان في مثلا ناس منكم في البروجكتس بتاعت اللي هي التخرج
عايزين يتكلموا ان احنا هنعمل حاجه سنترال اكتنج وبتاع والمولكيول اللي هم بيتكلموا فيها كلها فيها تشارجز كده. طب دي هتعدي البلاد برين بارير ازاي؟ فالحاجات الاساسيه ما سالوش انفسهم الاسئله الاساسيه قوي دي اللي هو حاجه سنترال. طب انت حاجه فيها عليها تشارجز هتعدي البلاد برين بارير ازاي؟ تمام. يبقى انت قال لك بقى ان هم اخترعوا يعني وقالوا كل شيء هنروح بتاع الفارماسيوتكس يعملوا لنا كوتينج مش عارف بلايزوم. المهم يعني عرفوا يخرجوا منها. بس هي دي اسئله اساسيه بتتسال في الاول. لو انت حاجه مثلا في الاستومك غير لو حاجه في الليفر غير لو الحاجات دي كلها ممكن تترجتها بطرق مختلفه. تمام. طيب ساعات يبقى ريسبتور انت عارفين ان عندنا السيل وساعات يبقى في ريسبتورز بره السيل وساعات يبقى في ريسبتورز جوه السيل بتستقبل الحاجات جوه السيل. دي برده هتفرق. لو حاجه جوه السيل يبقى انت محتاج تخلي المولكيول بتاعتك تعرف تعدي من السيل للسيل ميمبرين. فاهم قصدي؟ لو حاجات بره بتبقى اسهل مش لازم تظبطها بحيث انها تفهم حاجه بقى. فالاسئله دي كلها بتبقى مهمه في البدايه علشان تسيستم ازاي هتلاقي ليد هيتس وليد كومباوند. طيب السؤال المهم لينا بقى النهارده عايزين نعرف الاكتف سايت. يعني لو احنا عارفين شكل البروتين الليجن بيمسك فين في البروتين معايا؟ كله فاهم الفكره اللي احنا هنقعد نحوم وندور النهارده عشان نوصل للحته دي. فاحنا اي رغي احنا رغي النهارده احنا هدفنا في النهايه نعرف الليجن بيمسك فين في البروتين. ليه؟ علشان لو انا عايز اعمل ليجند تاني اعرف اخليه اظبطه بحيث انه يمسك في نفس الحته. فاهم قصدي؟ يعني انا مثلا عندي بروتين جوه الجسم وليكن خلينا على نفس المثال بتاعنا كوكس 1 مثلا. تمام؟ انا عارف الكوكس 1 الليجند بتاعه اسمه ايه؟ هو اسمه ايه؟ ايه الليجند الاندوجينس بتاع كوكس؟ مش الكوكس ده انزيم. ايه ال السبستريت بتاعه؟ لا الانسيز دي احنا عاملينها. الله ينور عليك. الاركيدونيك اسيد. تمام. الاركيدونيك اسيد ده بيمسك جوه الايه؟ بيمسك الكوكس اصلا جوه الجسم. تمام كده؟ انا عرفت اصورهم يعني انا عرفت اخدهم كده واصورهم وهم ماسكين في بعض فانا عارف الاركيدونيك اسيد بيمسك فين. فلما اجي اعمل دراج اعمله بحيث انه يمسك في نفس الحته اللي ماسك فيها الاركيدونيك. فاهمين قصدي؟ يبقى دي انا بعرف ايه؟ بعرف الاكتف سايت بتاع الدراج. ماشي؟ بتاع البروتين. فده هيستلزم ان احنا اكيد عايزين نعرف الاستراكشر بتاع البروتين. ماشي؟ فعشان كده هنتكلم النهارده ازاي بنعرف البروتين استراكشر. كله متابع معايا الدنيا؟ الفريم ورك واضح؟ اكيد؟ حد وقع؟ طيب. انت لابس كل ده ازاي يا ابني؟ انت هتفطس كده. حاسس انك هتفطس ولا انت كويس؟ مبسوط؟ طيب. اللي بيحصل ايه يا شباب؟ اللي بيحصل ان احنا بيبقى عندنا دراج ويروح يبايند في حته معينه في المولكيولر تارجت بتاعنا اللي هو لو المولكيولر تارجت ده بروتين بيروح يبايند يمسك في ايه؟ يعمل انتراكشنز مع امينو اسيدز موجوده هنا. تمام كده؟ ده اللي بنسميه الاكتف سايت. ماشي؟ الاكتف سايت بيظبط نفسه بحيث ان هو ياكوموديت الدراج والدراج يدخل فيه. تمام؟ ده اللي بيسموه الباوند دراج. احنا النهارده هنبقى كلامنا عن ايه؟ ازاي نعرف الاستراكشر ده؟ ازاي نعرف الاستراكشر بتاع المولكيولر تارجت ده؟ ماشي؟ علشان نتكلم عن الموضوع ده هنتكلم عن البروتين ستراكشر ان جنرال وات دو وي مين باي بروتين ستراكشر وبعد كده هنتكلم عن الاكسبيرمنتال ميثودز تو ديتيرمين بروتين ستراكشر وبعد كده هنتكلم البروتين اصلا بيوصل للاستراكشر بتاعه ده ازاي اللي هي المشكله المشهوره بتاعه البروتين فولدنج وبعد كده هنتكلم ازاي لو احنا ما عندناش طريقه اكسبيرمنتال نقدر برضو نعرف الاستراكشر بطريقه كومبيوتيشن يعني عن طريق الكمبيوتر. ده الاوتلاين بتاعنا النهارده. حد متضايق؟ اكيد الشباب كويسين. انا مش شايف السعاده هو شوشكو ليه خبيين صح حبيبي. طيب يعني ايه بروتين ستراكشر؟ انا دايما لما بتكلم على بروتين ستراكشر كلمه ستراكشر قصدي 3 دايمنشنال ستراكشر. بس انتوا عارفين الجينوم بتاعنا كله معروف يعني انتوا معروف السيكونس بتاع النيوكليوتايدز والحاجات دي ومعروف الامينو اسيدز. يعني انا اي بروتين عندي اقدر بسهوله جدا اعرف السيكونس بتاع الامينو اسيد. عندي سيرتن بروتين جوه جسمي بفصله بطريقه كيميكال كده بعرف باي كيميكال بعرف اكسره بحيث ان انا اعرف بيسموه بروتين سيكونسنج. اعرف ان مثلا البروتين ده متكون من الانين ماسك فيه فالين ماسك فيه ايزوليوسين ماسك فيه ميثايونين ماسك ان سو اون. فاهمين قصدي؟ فانا ده بيسموه برايمري ستراكشر اللي هو ترتيبه الامينو اسيدز ورا بعضها. دي سهل قوي ان انا اعرفها لاي بروتين يعجبني دي ما فيهاش مشكله خالص. ماشي؟ يبقى احنا دي مش مشكلتنا، مشكلة إن أنا أعرف البرايمري ستراكشر دي مش مشكلة. طيب البرايمري ستراكشر ده بيجي يلف حوالين بعضه ويمسك في بعضه وبيعمل حاجة اسمها سكندري ستراكشر، اللي أنتوا خدتوها في البايوكيمستري اللي اسمها
بيتا شيتس والفا هيليسيز. فاكرين حاجه كده؟ الفا هيليكس وبيتا شيت. فاكرين؟ اه تمام. طيب الالفا هيليسيز والبيتا شيتس دول بيعملوا ايه بقى؟ بيقعدوا يكويلوا حوالين نفسهم، يعملوا في الاخر ستراكشر معقد جدا اللي هو ال 3 دي ستراكشر. ده هدفي انا، ببقى عايز اعرف ده ليه، لان حته منه بيروح يمسك فيها الدراج. تمام، فلازم اعرف الاستراكشر 3 دي ده. طيب ساعات يبقى البروتين بتاعي متكون من كذا سب يونت، ساعات يبقى البروتين بتاعي متكون من كذا سب يونت، لما بيمسكوا الكذا 3 دي ستراكشر في بعض دول بسميهم كواترناري ستراكشر. الكلام ده انتوا المفروض عارفينه. حد بيشوف الكلام ده لاول مره؟ حد فاكر طيب الكلام ده؟ في 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 تشاش. الحمد لله الحمد لله، انا مش عايز اكثر من التشاش. طيب بعرف بقى الشاب ده ازاي اللي هو 3 دي ستراكشر؟ هو بيعلم عندكم ولا لا؟ مش بيعلم عندكم؟ استنى يلا مش مشكله. اعلم هنا كده. بعرف الشاب ده ازاي؟ 3 دي ستراكشر ده بعرفه ازاي؟ احنا اتفقنا ان ال 1 دي ستراكشر ده سهل قوي، يتعرف بطريقه كيميكال وبتاع، ما فيش اي مشكله. المشكله انك تروح من هنا لهنا، ده كده بيكوين على بعضه ويدي ده ازاي؟ طيب قبل ما نكمل كلام، هو مفيش كذا طريقه ممكن يكوين بيها؟ يعني البرايمري ستراكشر ده ملوش غير تيرشري ستراكشر واحد بس قصاده، اللي هو الشاب ده بنسميه تيرشري ستراكشر، صح؟ ده برايمري، سكندري، تيرشري، كواترناري، صح؟ هل البرايمري ستراكشر ليه تيرشري ستراكشر واحد كوريسبوندز تو ليه، ولا ممكن يكون ليه كذا توزيع؟ ده سؤال مهم قوي عايزين نساله لنفسينا. الكلام ده مهم قوي يا جماعه، لازم نفهمه كويس. يعني انا لو عندي سيكونس معين من البروتين بيكويل ويلف حوالين نفسه يديني شكل معين للبروتين، ولا ممكن يدي كذا شكل؟ ده المتوقع، صح؟ بس تعالوا نشوف هل ده حقيقي فعلا ولا لا. هنشوف هنشوف الموضوع ده. الموضوع ده اتحل في الستينات، تمام؟ هنشوف دلوقتي ايه اللي حصل. ماشي كده؟ اه ناس بركه هم اللي عملوا، ناس قدام كده. طيب بس الحته دي هنحلها كمان شويه، هقول لكم السر بتاعها كمان شويه، بس عايزين دلوقتي نبص ال 3 دي ستراكشر ده بيتعرف ازاي. ماشي كده؟ بيتعرف بطرق اكسبيرمنتال. بيتعرف بطرق اكسبيرمنتال يعني ايه؟ يعني انت بتاخد البروتين بتاعك مثلا، وليكن البروتين ده جوه خليه معينه، اللي بيحصل فعلا بياخدوا الخليه دي ويكسروها، وبعد كده بطرق معينه في فور بيوريفيكيشن، في طرق معينه للبروتين بيوريفيكيشن، يقوموا مطلعين منها البروتين اللي انت عايزه، فيبقى البروتين بتاعك مثلا ان سولوشن، تمام؟ وبعد كده بطرق معينه معقده ثانيه بتخلي البروتين ده يعمل كريستال، وبعد كده تحطه على الاكس راي زي ما بتحط جسمك على الاكس راي كده وتشوف اللي جوه هم بيعملوا حاجه شبيهه، تمام؟ ويشوفوا 3 دايمنشنال ستراكشر بتاع البروتين. ماشي كده؟ ده بيسموه اكس راي كريستالوجرافي. حد زعلان؟ طيب كلكم خدتوا حاجه اسمها ان ام ار، صح؟ الان ام ار ده بيعرف ايه؟ اللي انتوا خدتوه الان ام ار كان مثلا عندك كومباوند معين وتشوف البيكس بتاعته، تقدر تعرف الكربونين دي ماسكه هنا والميثايل دي ماسكه هنا اند سو اون، صح؟ وفي طرق معينه بتعرف بيها ال 3 دي ارينجمنت على الان ام ار. حد اخد ادفانس اورجانكس مثلا ده؟ فاكره النويزي اللي انا قلت لكم عليها الان او اي؟ هي دي الطريقه بتعرف بيها ال 3 دي ارينجمنت بتاع الموليكيولز بتاعتك. الطرق دي معقدة جدا بس بتستخدم برضه فور بروتين ستراكشر، اسمها الكلمة اللي جاية دي، بروتين ستراكشر الوسيديشن. بروتين ستراكشر الوسيديشن يعني ايه؟ يعني ان انا اعرف ال 3 دايمنشنال بروتين ستراكشر. تمام كده؟ هي دي الكلمة المستخدمة دائما يعني. يبقى احنا عندنا يا اما اكس راي كريستالوجرافي، وده الطبيعي يعني معظم الستراكشرز معروفة بالاكس راي كريستالوجرافي. وفي ستراكشرز قليلة معروفة بالان ام ار. تمام؟ الكرايو الكترون مايكروسكوب دي طريقه ثانيه مباشره بتصور بيها المولكيول بتاعتك وتعرف الاستراكشر بتاعها. دي اللي خدت جائزه نوبل السنه اللي فاتت، لو حد متابع متابعين وده الفل. في حاجه اسمها جائزه نوبل، عارفين الموضوع ده؟ في ناس كده برنسات بياخدوا الجائزه دي. الناس البرنسات بتوع السنه اللي فاتت كانوا واخدينها عشان الكرايو الكترون مايكروسكوب. ماشي الدنيا واضحه؟ طيب حلو قوي. انا عايز افهمكم بس الليله احنا بنحاول نعمل ايه. ممكن نعمل تانجنت كده خفيف اشرح لكم ازاي. طب اللي بيحصل ايه؟ اللي احنا المشكله بتاعتنا ايه؟ ان احنا عندنا بروتين
عندنا بروتين ليه شكل معين وليكن ده شكله تمام، ده شكل البروتين بتاعنا مثلا. هو البروتين ده حجمه قد ايه؟ يعني البروتين ده كله كده على بعضه حجمه قد ايه؟ بنتكلم في 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 نانومتر صح؟ يعني ده كده احنا بنتكلم بالنانو بالنانومتر. انتوا معايا في اللي انا بقوله؟ هو يعني ايه نانومتر؟ الدايمنشنز دي بالنانومتر، يعني ده ممكن يكون مثلا من هنا لهنا كام؟ من هنا لهنا كده مثلا 10 20 نانومتر، فاهمين قصدي؟ تمام؟ طيب نانومتر ده يعني قد ايه؟ البكتيريا بتبقى كام؟ بتبقى بنتكلم في مايكرومتر صح؟ انتوا بتشوفوا البكتيريا، ينفع تشوفوا البكتيريا بالميكروسكوب ولا ما ينفعش؟ ينفع، انتوا مش شفتوها يا جماعه؟ اه طيب ماشي. فالبكتيريا انت بتتكلم في مايكرومترز. بص بقى، في قانون في الايمجينج اصلا انك انت البكتيريا الدايمنشنز بتاعتها، البكتيريا كبيره فالدايمنشنز بتاعتها انت بتتكلم في مايكرومترز. طيب هو الفيزبل لايت، الفيزبل لايت اللي هو انتوا عارفين اللايت صح؟ شفتوا قبل كده السبيكترم، ان احنا كان بيبقى عندنا مش عارف حاجه اسمها ثواني ممكن نكتب بايدينا كده، حاجه اسمها اي ار وحاجه اسمها فيزيبل وحاجه اسمها يو في وفي اكس رايز. انتوا عارفين الكلام ده؟ عارفين حاجه اسمها الكتروماجنتيك سبيكترم؟ هو الكلام ده مش علينا، فاللي عايز يكمل نوم يكمل نوم وهصحيكوا لما يجي الجزء اللي علينا ماشي، بس ده للفائده يعني الشخصيه. الحاجات دي بتفرق في ايه؟ الاي ار انهي من دول الانرجي بتاعته اعلى؟ وهنا تقريبا في ثواني كده اكمل لكم السبيكترم، هنا في مايكروويف وبعد كده في راديو ويفز تمام في السبيكترم. انت كل ما بتروح حسب السبيكترم اللي انا رسمه ده، كل ما تروح في الاتجاه ده الانرجي بتزيد ولا بتقل؟ كم واحد بيقول بتقل؟ يعني كل ما تروح في الاتجاه ده الانرجي بتزيد ولا بتقل؟ الويب لينك بيزيد. الله اكبر، كويس قوي تمام. طيب يبقى لما نروح لعكس بقى الاسكاي يقولوا لي الويب لينك بيقل والانرجي بتزيد، متفقين؟ طيب الرينجز اللي احنا بنتكلم فيها ايه؟ يعني الرينجز بتاعه الويف لينكس هنا بتتكلم في كام؟ في الريديو ويفز مترز وكيلومترز والويف الراديو ويفز تمام، والمايكروويفز تبقى اقصر سيكا والاي ار اقصر سيكا صح. الفيزبل الرينج بتاع الفيزبل كام؟ 400. ايوه قولي 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 وشجيني تمام. من 400 من 400 كام بقى ايه اليونت؟ نانومتر صح كده، من 400 ل 800 نانومتر. يعني ده الويف لينث بتاع الايه الفيزبل، يعني انت بتتكلم من 400 ل 800 تقريبا تمام. الالترا فايلت بتبتدي تقل الويف لينث اكتر صح، والاكس راي بتقل اكتر بس الانرجي بتزيد صح كده، عشان كده الاكس راي ضاره. ليه؟ لان الانرجي بتاعتها عاليه. معايا في اللي انا بقوله؟ طيب علشان تحس باي اوبجكت، علشان تحس باي اوبجكت لازم تكون الدايمنشنز بتاعت الاوبجكت قريبه من الويف لينث بتاع الويف بتاعي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي لو انا واقف وجاي عليا راديو ويف تمام، هل انا هاثر في الراديو ويف؟ مش حاصل فيها، لان هي الويف لينك بتاعها كبير قوي، انا الدايمنشنز بتاعتي صغيره عليه. فاهمين حاجه؟ فاهمين اللي بيحصل؟ تمام؟ طيب علشان اشوف الـ البكتيريا انا بستخدم الويف لينك اللي هي ايه؟ بتاعت اللايت عادي، لان انا بشوفها بعينيا صح؟ بشوفها بعينيا مباشره، بس بستخدم شويه حاجات تكبر وتصغر صح؟ بس بستخدم في الاخر الويف لينك ايه؟ بتاع الفيزبل لايت. فالويف لينك بتاع الفيزبل لايت صغنن قوي بالنسبه لحجم البكتيريا، فبتعرف تشوفه. تمام؟ لكن كل لما تصغر الحجم الفيروس مثلا ما تعرفش تشوفه بالميكروسكوب مباشره صح؟ ليه؟ لان الفيروس الدايمنشنز بتاعته صغننه قوي، والويف لينك بتاعتك تبقى اكبر اصلا من الفيروس. يعني الفيروس، ركزوا بقى في الحته دي، الفيروس بالنسبه للفيزبل لايت زي انت بالنسبه للريدي ويفز. فانت لما تحط الفيروس وتحط عليه فيزبل لايت، مهما بقى استخدمت لينسز استخدمت بتاع، عمرك هتعرف تشوفه تمام. امال احنا بنشوف الفيروس ازاي؟ بالالكترو مايكروسكوب. ايه اللعبه بتاعت الالكترو مايكروسكوب؟ بيقعد يصغر الويف لينك. ليه؟ لان الالكترو ممكن يتحكم في الويف لينك بتاعه براحته. معايا كده؟ طيب حد فاهم يا جماعه انا بقوله؟ طب ليه ما اعملش نفس اللعبه واشوف البروتين؟ البروتين صغنن قوي،
فمحتاج اقعد اصغر الويف لينث بتاع الالكترون قوي. تمام؟ طب لما انت بتصغر ايه اللي بيحصل؟ الانرجي بتزيد، فانت بتبوظ اصلا السامبل اللي انت بتستخدمها. تمام؟ فعملوا لعبه بقى، قال لك ايه؟ قال لك طالما انت بتبوظ السامبل بسبب الانرجي العاليه دي، جمدها، خليها فريزنج. تمام؟ فبقى اسمها كرايو الكترون مايكرو. كرايو مش يعني بيعيط، كرايو يعني سقع. تمام؟ مش عارفين كده صح؟ عارفين ال... ايوه كرايو بالسقع يعني. تمام؟ فبيسقع السامبل قوي، وبعد كده يعمل بومباردنج بالالكترونز. تمام؟ وبيقلل الويف لينث بتاع الالكترونز بحيث انها تحس بالبروتين، فيبتدي يشوف الاوتر ستراكشر بتاع البروتين. تمام؟ الشباب اللي عملوا اللعبه دي خدوا جائزه نوبل السنه اللي فاتت. استاهلوا صح؟ بالانسات. فور كراي الكترون مايكروسكوب. وده يحل لنا الاشكال، طب احنا بالاكس راي ليه بنعرف نحس بالموليكيول؟ لان الاكس راي الويف لينث بتاعها قليل، فبيحس بالموليكيولز، فتقدر تشوف الموليكيولز بالاكس راي كريستال. فاهمين اللعبه يا جماعه؟ طيب. فالميثود اوف تشويس دايما في الحدوته دي بتبقى الاكس راي كريستالوجرافي. وبعد كده الاكس راي كريستالوجرافي، الاكس رايز ممكن تقلل الويف لينث جامد قوي، فبتشوف بتشوف كويس، يعني الريزولوشن بيبقى كويس، بتبقى انت شايف حوالين ال 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 البنزين رينج مثلا. انا ممكن اوريكم حاجات مع الكرايو الكترون مايكروسكوبي، انت بتقلل الويف لينث بس ما تقدرش تقلله زياده عن اللزوم علشان هيحرق السامبل، والليترالي فراي ذا سامبل. فايه اللي هيحصل؟ انت بتقلله بحيث انك بتشوف بس شكل البروتين من بره. تمام؟ الريزولوشن بيبقى مش حلو قوي. ما فاهمين اللعبه يا جماعه؟ حد متضايق؟ طيب من اول اللي جاي بقى هنبتدي نرجع لايه؟ هنبتدي نرجع لمحاضرتنا. طرق معرفة البروتين ستراكشر عندنا الاكس راي كريستالوجرافي. ايه اللي بنعمل؟ بنجيب كريستالز اوف ذا بروتين بيعملوا ديفراكشن الاكس راي بطريقه معينه. تمام؟ وبعد كده بيطلع لك باترن كده معين، الباترن ده بتقعد تحله ماثيماتيكلي لغايه لما تطلع بالستراكشر، انت ما بتشوفش بطريقه مباشره. ماشي؟ مفيش اي حاجه هتقدر تخليك تشوف الموليكيولز بطريقه مباشره خالص. لان الفيزبل لايت اصلا ما ينفعش يشوف الموليكيولز. فاهمين حاجه؟ عشان كده بتقعد تلف وتدور. فممكن بالاكس راي كريستالوجرافي وممكن بالالكترون كرايو مايكروسكوبي. ال ان ام ار احنا سمعنا عنها قبل كده، بس طبعا احنا مش لازم نعرف التفاصيل. ماشي؟ ايه اللي انا عايزكم تعرفوه براكتيكالي؟ ايه الفروقات ما بين الحاجات دي؟ ان احنا عندنا مثلا الاكس راي بيديك احسن ريزولوشن وما عندوش سايز ليميتيشن، مهما كان البروتين كبير ممكن تعرف شكله ال 3 دي دايمنشن ستراكشر بتاعه بالاكس راي كريستالوجرافي. تمام؟ نفس الفكره في الالكترون كرايو مايكروسكوبي بس العكس، يعني كل ما البروتين يكبر كل ما يبقى احسن بالنسبه للالكترون كرايو مايكروسكوبي. ماشي؟ بس ال ان ام ار مشكله. ال ان ام ار لو البروتين بتاعي كبير ما بعرفش اعمل له ستراكشر الوسيليشن بال ان ام ار. ماشي؟ يبقى دي حاجه مهمه جدا نميزها ما بين الثلاثه. احسن ريزولوشن ايه بتاع كريستالوجرافي؟ اوحش ريزولوشن ايه بتاع الالكترون كرايو مايكروسكوبي؟ ليه؟ علشان موضوع ان انت لما بتوطي لما تصغر الويف لينث بتاع الالكترونز بتعلي الانرجي، فده بي ايه؟ بيبوظ السامبلز. معايا كده يا شباب؟ طيب. فالديس ادفانتجز، مشكلتي في الكريستالوجرافي ايه؟ مش كل حاجه بقدر اعملها كريستال. تمام؟ لو انا عرفت اعمل بروتين كريستال خلاص هعرف اشتغل، هعرف شكلها. لكن المشكله انك انت تعمل البروتين كريستال اصلا. ما انت عندك حاجات زي الممبرين بروتينز مثلا، اللي هي ازيك يا مريم؟ الممبرين بروتينز بالذات مريم ممكن تكلمنا عنها. ليه ما بعرفش الكريستال؟ ليه بيبقى صعب على الكريستال ستراكشر بتاع الممبرين بروتين؟ لا احنا قلنا السايز ما فيهوش مشكله بالنسبه للكريستالوجرافي. ليه بقى؟ ليه مش سهل ان انا اعمل كريستاليزيشن للممبرين بروتين؟ الله ينور عليك اللي سالته لي الدكتور رنا. مش فاكره. لا خلاص خلاص شيل دي من التسجيل. طيب احنا عشان نعمل كريستاليزيشن لازم نطلع الحاجه من الميديم بتاعتها ونحطها في ميديم ميه تقريبا ونعمله كريستال. فاهم قصدي؟ فانت هتطلع الممبرين بروتين من الممبرين هيبوظ. فانت لازم لف ودوران علشان تخلي الممبرين بروتين تطلعه من الكومفورت زون بتاعه ويفضل محافظ على الاستراكشر بتاعه لغايه لما حضرتك تعمله كريستال. تمام؟ فالموضوع ده صعب قوي. بيتعمل بس صعب. ماشي؟ فيبقى ساعات فيري تشالنجينج تو كريستالايز بروتين، مش اي بروتين بتقدر تعمله كريستاليزيشن بسهوله. بيديك ستاتيك سناب شوت اوف ذا بروتين، يعني ايه؟ البروتين ده مش ممكن يكون بيغير الكونفورميشن بتاعه، مش انتوا بتشوفوا الحاجات دي في الانيميشنز اللي بيجوها، مثلا حاجه لايجن يمسك في البروتين والبروتين مغير حاجه، فاكرين الموضوع بتاع جي بروتين كابل ريسبتورز؟ بيبقى ماسك مش عارف جي بروتين يقوم ده فاكك منه ويقوم ده عمل، الحاجات دي كلها كريستاليزيشن ما بيبينهاش، هو بيبين شكل ثابت للبروتين. معايا كده؟ طيب.
الكونديشنز في الكريستالوجرافي ما بتبقاش نيتف. يعني ايه مش نيتف؟ انت مطلع البروتين من الكونديشنز بتاعته وحطه في سولوشن عشان تعمله كريستالايزيشن، ماشي كده؟ ايه اللي عكس الكلام ده؟ اللي عكس الكلام ده الكرايو الكترو مايكروسكوبي. انت ممكن تبص على البروتين وهو جوه السيل عادي، انا مش عليه صح. المشكله الكرايو الكترو مايكروسكوبي بتبقى لو ريزولوشن، اكسبنسيف انسترومنتيشن، انسترومنتيشن الجهاز نفسه غالي قوي. انا شفته يعني الجهاز ده شفته قبل كده في جامعه هنا، جهاز كبير كده وضخم بيجيبه راجل كده محترم بالبدله والكرافته يشتغل عليه. وفي الاخر ايه، هو جاي يورينا بقى كان صايحه، فجاي يورينا بقى تعالى هوريكم البروتين. فاحنا قاعدين بنتفرج وبعد كده قام مشاور لنا على النقطه، قال لنا اهو انا كده استفدت ايه؟ هي النقطه دي هي البروتين ده، انا ده يعني انا كده استفدت اي حاجه. فهو يقول لي انت فاكر انك هتشوف ايه؟ انت اكيد مش هتشوف الجروبز بقى، وتشوف هي النقطه دي وبيقعد يكبر فيها ويظبط فيها ويعمل ريموديلنج ومش عارف ايه كده، بحيث ان تديك الاوتر ستراكشر بتاع البروتين. فاهمني حاجه بقى؟ طيب بس دي دايناميك جدا، البروتين بيتحرك قدام عينيك، يعني الدنيا حلوه قوي يعني. طيب ال ام ار مشكلتها زي ما اتفقنا الاساسيه في ايه؟ في السايز. البروتين بيتحرك بس ما بيغيرش مشكل، بيبقى حتت ثابته. يعني مثلا في سب يونت هنا وسب يونت هنا ودي بتعمل كده مثلا، فاهم قصدي؟ فاهم حاجه؟ لكن الامينو اسيدز بينها وبين بعضها تقريبا ما بتتغيرش، بيبقى في هينج ريجن مثلا بتخليه يلف كده. لا اخر واحده احنا بنشوف الاوتر، ما انا بقول لك دي طريقه ثانيه خالص غير انت بتشوفه برضو عن طريق موديلنج بالالكترومجنيتس. يعني هو زي الالكترومايكروسكوبي العادي اللي انت عارفه، مش انت في الالكترومايكروسكوبي بيديك شكل الفيروس مثلا بتاع. بس على فكره في حاجات كتيره منه كمبيوترايز الايرز كده ويظبطها كده، لو انت بس ما بتشوفهاش طبعا بالفيزبل لايت، في الاخر بيطلع لك صوره على الكمبيوتر دي انت بتشوفها معمول كمبيوترايز طبعا. طيب يلا نكمل. كله فاهم الميثودز دي او عنده فكره عنها؟ لازم يبقى عندكم فكره عنها وعارفين الليميتيشن والادفانتجز بتاعت كل واحده، ماشي كده؟ طيب احنا نفسنا بنلاقي الاستراكشر فين؟ يعني لو انا عايز اعرف الاستراكشر بتاع بروتين بلاقيه فين؟ بقوم رايح على حاجه اسمها بروتين داتا بانك، بقوم رايح في السيرش هنا كده واقوم كاتب اسم البروتين اللي انا عايزه، تمام؟ فانت بتخش تلاقي كريستال ستراكشرز او تلاقي ان ام ار ستراكشرز او ده، ماشي الكلام ده؟ هتلعبوا بيه باللاب بكره ان شاء الله، ماشي؟ طيب تعالوا نبص بقى على موضوع النقطه اللي انتوا نفسكم تعرفوها، او في ناس نفسها تعرفها لدرجه ان انا نامت، ممكن نصحيهم؟ باشمهندسين شباب اهلا وسهلا. هو المفروض اللقب ايه بتاع نقول دكاتره؟ مش عارف صيادله صح؟ بس انت في يعني انت ما بتعملش في الشارع ومحدش عارفك، بيقول لك يا باشمهندس من باب الاحترام يعني. طيب لا بيتقال لي باشمهندس كتير بقى فرحان. طيب ايه الفكره دلوقتي؟ الفكره ان احنا عندنا برايمري ستراكشر وعايز البرايمري ستراكشر يعني امينو اسيد ماسك في امينو اسيد ماسك في امينو اسيد ماسك في امينو اسيد. هل ده في الاخر بيدي فولد ستراكشر اللي هو 3 دي ستراكشر واحد ولا بيدي كذا ستراكشر؟ هل في كذا بوسيبيليتي انه يدي كذا ستراكشر؟ في واحد كده ابن حلال اسمه ريتشارد اسمه كريستيان انفنسن، تمام؟ الاخ كريستيان انفنسن ده عمل ايه؟ سخر عمره علشان يحل لنا المشكله دي، تمام؟ واحنا هنقولها في 5 دقائق دلوقتي. فقال لك ايه بقى؟ قال لك الجلوبيولر بروتينز اللي هي المكعبره دي بيبقى ليها فولدد ستراكشر واحد بس. شوف عنيف. قال لك ايه؟ at least four globular proteins the native structure in certain environmental conditions is determined only by the protein's amino acid sequence. يعني كل الانفورميشن ستورد في السيكونس ده تديك ستراكشر واحد بس، تمام؟ انتوا معايا في اللعبه دي؟ طيب عرف الكلام ده ازاي من الذين عمل كده اكسبيرمنت لطيفه قوي. مسك بروتين معين اسمه ريبونيوكلييز، تمام؟ البروتين ده بيبقى ستابلايزد مع بعضه، يعني في سيرتن انتر اكشنز بتخليه ستابلايزد في 3 دايمنشن ستراكشر، غير ان في دايسلفايد بريدجز سمعتوا عنها قبل كده صح؟ تمام؟ طيب قال لك انا هعمل ايه؟ انا هحط على البروتين ده حاجتين. هيحط ايه؟ هيحط 2 ميركابتو ايثانول وهيحط يوريا. كلمه ميركابتو يعني ايه؟ يعني في سلفر صح؟
هم الشباب جامدين صح؟ ميركابتو 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 ايثانول بيبقى زي الايثانول كده بس فيه سلفر في الجنبين ماشي؟ المهم وهيحط يوريا الميركابتو ايثانول ده طالما فيه سلفر بيغلس على الدايسلفايد بونز دي ويكسرها ماشي كده؟ طيب واليوريا بيعمل ايه؟ اليوريا بيفك بقيه الانتراكشنز يبقى انا عندي حاجتين واحد بيغلس على الدايسلفايد بريدجز وواحد بيغلس على بقيه الانتراكشنز المفروض ايه اللي يحصل لما انا احطهم في الميديوم يوم ايه؟ يوم فاتح يعمل انفولدنج للبروتين تمام؟ فقام عامل ايه بقى؟ قام ساحب اليوريا وساحب التوب الكابتو ايثانول وساب البروتين يفولد تاني فرجع لنفس الشكل تمام؟ يكتفي بذلك ما يبقاش كريستيان انفنس قال لك استنى هو ساب حياته كلها وقعد في المعمل انا عايز اشوف بقى اللي يحصل بالظبط قام حط تاني اليوريا والميركابتو ايثانول ما شالهمش ماشي كده؟ يبقى المفروض البروتين دلوقتي مفكوك قام عامل ايه بقى؟ قال لك بص انا هسحب الميركابتو ايثانول واسيب اليوريا المفروض ايه اللي يحصل الدايسلفايد بريدجز هتمسك في بعضها بس هل هيمسك في بعضه صح لا ليه لان في حاجه بتغلس على الانتر اكشنز تمام فمسك غلط فقال لك بص انا هعمل ايه بقى بص الحته الصايعه اللي جايه دي هيسحب الميركابتو هيسحب اليوريا اللي هي بتغلس على الانتر اكشنز ويحط نقط صغيره من التوم الكابتو ايثانول النقط الصغيره دي هتعمل ايه هتكسر الموجود ده وهتدي له فرصه انه يربط زي ما كان بيربط صح تمام وهو ساحب اليوريا بس ساعتها رجع لشكله الاساسي فالريزلتس بتاعه الاكسبيرمنت اللطيفه دي هي كانت ايه قال لك ايه بقى تاني كده معلش ايه من اولها تعالوا نشوف الحدوته من اولها الحدوته من اولها هو الكلام احنا عارفين اللي بيحصل ده لان احنا عارفين تمام بس هو ما كانش عارف هو بيشوف اللي حصل وخلاص تمام ابتدى بالستريتن ستراكشر حط عليه حاجات تكسر الستراكشر فالستراكشر اتكسر وبعد كده سحب الحاجه اللي بتعمل ايه سحب الحاجه اللي بتخلي الستراكشر ما يعملش انتر اكشنز مع بعضه بس سايب سحب الحاجه اسف اللي بتغلس على الدايسلفايد تمام وسال الحاجه اللي بتخلي الستراكشر ما يعملش انتر اكشن مظبوط فحت اه بالظبط كده فعمل الدايسلفايد بريدجز غلط وبعد كده هو عايزها تفك من بعضها ويدي لها فرصه تعمل انتر اكشنز من غير اي تاثير خارجي فعشان يفككها من بعضها حط شويه ميركابتو ايثانول صغننين يفكهم بس وشال اليوريا عشان يسيبه براحته يحاول يفولد زي ما كان بيفولد تمام فعمل فولدنج لنفس الاستراكشر بالذات فقال لك بس يبقى الدنيا بتبقى ستورد في البرايمري سيكونس ده البرايمري سيكونس ده بالذات لو اتساب في نفس الانفايرمنت بتاعته مش هيدي غير استراكشر واحد بس حاولنا نغلس عليه بكافه الطرق ورجع نفس الاستراكشر فاهمين حاجه فقال لك بص بقى يعني دي طبعا جزء من الحاجات اللي هو عملها قام طلع بشويه ريزلتس حلوه قوي سموها انفنسنز دوجما تمام عارفين كلمه دوجما بتظهر كثيرا في البيولوجي منها السنترال دوجما اللي هي ايه زي الفل ماشي مش مشكله مش مشكله اللي هي ان بيبقى في دي ان ايه بيتحول ار ان ايه وبعد كده بيتحول لبروتين مش كانوا بيقولوا لكم ان دي اسمها سنترال دوجما او بايكا مش مهم مش مهم طيب فالشاب انفنسنس ده تعرفش ايه يا باشا اشترك القلشه يا باشا عيش اللحظه يا باشا طيب فانفنسنس دوجما دي بتقول ايه بتقول ان النيتيف ستراكشر النيتيف بروتين نيتيف يعني ايه الاصلي اللي هو البروتين 3 دي ستراكشر بيبقى يونيك هو ستراكشر واحد بس وبيبقى ستيبل يعني انت لما اثرتش عليه باي تاثير بيفضل في نفس الاستراكشر ده ما بيعملش دينيتشرنج من نفسه او اي حاجه حاجه كمان اه هو كده الاستراكشر كده بس مفيش حاجه تغيره انا قصدي البرايمري سيكونس ده ما بيعملش ستراكشر بطريقه ثانيه تمام طيب وكايناتيكلي اكسسبل يعني ايه يعني بيعرف يوصل للاستراكشر بسرعه يعني انت مثلا ما بياخدش ثواني علشان يوصل لل3 دي ستراكشر بتاعه فاهمين قصدي انتوا عارفين الفرق بين الكاينتكس والثيرموداينامكس مين ساتوري يقول لنا الفرق بين الكاينتكس والثيرموداينامكس زي الفل انتوا مش عارفين بجد ما سمعتوش كده الكاينتكس والديناميكس خلاص يلا مش مشكله مش مشكله مش مشكله طيب
لا 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 ده حوار تاني حوار تاني حوار تاني عندي عندي الشاي بتاع كنتك شفت الموضوع ده ها ال 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 هحاول دلوقتي لما نوصل لشكل معين هيصلح بس هي الفكره انك انت الكاينتيكلي اكسسبل يعني ايه يعني من الانفولدد للفولدد ستيت اقدر اوصله بسرعه تمام فجاء واحد بقى اسمه ليفنثال قال لك بس ركز معايا احنا بنشوف هيستوري عظيم دلوقتي واحنا هدفنا ايه من الليله دي كلها نفهم الكومبلكسيتي بتاع 3 دايمنشن ستراكشر بتاع البروتين ماشي فجاء ليفنثال كده قال لهم بص طب تعالوا كده ناخدها بالهداوه ناخدها بالهداوه لو احنا عندنا بروتين فيه 101 امينو اسيد ماشي كده معايا لو كل بوند بتعمل 3 فولدنج ستيت ليها 3 طرق بس يبقى انا عندي 5 تايمز 10 تو ذا باور 47 كونفيجريشنز ده رقم مهول حضرتك تمام طيب لو انا البروتين بيعرف يدور في 10 تو ذا باور 13 كونفيجريشن بير سكند يبقى البروتين الواحد عشان يوصل للاستراكشر بتاعه محتاج 10 تو ذا باور 27 ييرز فاهمين حاجه ثاني ليفنثال قال لك هو البروتين ابن الذين ده بيعرف يوصل للاستراكشر ازاي يعني البروتين ده لو كان فيه 100 امينو اسيد بس وكل امينو اسيد ليه 3 ستيتس بس بيتحرك فيهم وطبعا ده اقل من الطبيعي يبقى احنا هيبقى عندنا كونفيجريشنز كتيره جدا تفاصيل وتوافق كتيره قوي للبروتين تمام محتاجه وقت ده لو هو بيعرف يسكان الرقم المهول ده بير سكند يبقى محتاج 10 to the power 27 years وده اكبر من عمر الكون اصلا للبروتين الواحد علشان يوصل للايه يوصل للاستراكشر بتاعه فازاي البروتين ابن الذين بيعرف يوصل للاستراكشر في ثانيه فاهمين اللعبه فدي بيسموها دي بيسموها ليفنثالز بارادوكس يعني ايه بارادوكس معضله معضله ليفنثال اللي هي حاجه 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 مش لوجيك ازاي البروتين من من فاهمين حاجه يا معلم طيب عشان يحلوا المعضله دي قال لك في حاجه اسمها فولدنج فانلز دي اللي هنبص عليها دلوقتي بصوا الفكره الفكره ان دي الانرجي لو ده الانرجي بتاع الاستراكشر بتاع البروتين تمام البروتين وهو مش فولدد بتبقى الانرجي بتاعته عاليه قوي تمام وهو فولدد الانرجي بتاعته بتبقى واطيه جدا تمام كده فهي الفكره ان هو مش بيدور على كل الكونفيجريشنز هو متوجه ناحيه الايه الانرجي الواطيه تمام عنده طريقه يوصل بيها للانرجي الايه الواطيه ما بيبصش على كل الكونفيجريشنز تعالوا نشوف ان ريل تايم الموضوع ده بيحصل ازاي يعني احنا دلوقتي هنشوف بروتين وهو بيحاول يدور على المينيمم ستراكشر بتاعه تمام ده اكننا بنبص على البروتين فعلا يعني احنا بنتفرج عليه شخصيا ماشي بس هي متبطئه سيكا ايه ده ايه اللي حصل الفانل بتاعي مش شغال ليه هو شغال؟ اه بصوا فده اللي بيحصل في الحقيقه ان هو مش بيكسبلور كل الكونفيجريشنز ولا حاجه هو بيعرف يوصل للحاجه الايه الانرجي بتاعتها واطي قوي وعشان كده احنا بنقول ان الستيت دي يونيك هي دي الستيت بتاعه الفولدنج بتاعه البروتين فمن اي وضع هتسيبه فيه هيعرف يوصل للستيت دي بالذات تمام كده طيب الستيت دي اسمها thermodynamic state يعني الانرجي الواطيه دي الانرجي واطيه او عاليه احنا بنتكلم في thermodynamics تمام ان انا اوصل لها بسرعه احنا بنتكلم في حاجه اسمها كينيتكس ففي فرق بين الكينيتكس والثيرمودايناميكس thermodynamic stability اللي هي الحاجه ستيبل ولا لا اصلا بس ممكن تبقى ستيبل وانا مش عارف اوصل لها لان مثلا يبقى في barrier energy كبير قوي كده فاهم حاجه تاني عارفين في حاجه اسمها cis وترانس اسمها cis وترانس ها cis والترانس بيبقوا وضعين كويسين للموليكيول الاثنين ثيرموداينامكلي ستيبل ده كويس وده كويس لكن انا من ده لده الموليكيول ان روم تمبرتشر ما بتعرفش تلف يعني لو انت جبت موليكيول هي مثلا سيس كذا هتفضل سيس كذا طالما محطوطه في العلبه بتاعتها مش هتقلب ترانس ليه ما بتعرفش تقلب ترانس علشان اللفه دي بتعدي البارير انرجي عالي فالروم تمبرتشر مش كافيه انها تديها البارير ده فاهمين حاجه يعني تخيل انها هنا مثلا بس البارير ده كبير قوي فهيفضل هنا تمام الا لو انت مسخن الميديم جامد قوي يقوم قالب السيستم فاهم قصدي فاهم حاجه ده الفرق بين الثيرموداينامكس والكينيتكس طيب
البروتين فولدنج اللي احنا قاعدين نتكلم عنه ده بيحصل ازاي في الحقيقه؟ يعني احنا شفنا البروتين وهو بيحاول يفولد صح؟ هو دريفن باي ايه؟ في كذا فورس بتاثر عليه. انا هلغي الحته دي علشان الحته دي محتاجه انكم تكونوا خدتوا دراج ديزاين ماشي؟ بيرفكت. فرحانين انتوا صح؟ حتى موجه معاك يا باشا حبيبي حبيبي. طيب الناس علشان تعرف في المعمل عشان تعرف البروتين ده عمل فولدنج صح ولا لا؟ يعني انت معاك بروتين وعايز تعرف البروتين ده في الفولدنج ستيت بتاعته مظبوطه ولا لا؟ هل لازم يشوفوه بالاكس راي كريستالوجرافي؟ لا، في حاجات بيعملوها تانية اسهل من كده تعمل في المعامل، زي حاجات اسمها ايه؟ اسمها فانكشنال اسيز او كول داون اسيز. زي ايه؟ احنا ممكن نوضح الفكره بطريقه سهله قوي. البروتين ده قد يكون انزيم، الانزيم ده وظيفته انه ياخد سبستريت معين ويعمل فيه حاجه صح؟ لو الانزيم فولدد مظبوط يبقى هياخد سبستريت ويعمل فيه حاجه دي. طيب انا عايز اتاكد الانزيم اللي معايا فولد مظبوط ولا لا، احط السبستريت واشوفه قلب ولا لا، تمام؟ يبقى ساعتها الانزيم اصلا ده بيسموه فانكشنال اسي، مش لازم اشوف الـ 3D structure عشان اتاكد ان هو فولد مظبوط. طيب دي حاجات ثانيه ممكن تبصوا عليها، انا سايبها لكم فور يور ريفرنس ازاي بستدي البروتين ستيت. منها حاجه اسمها اوبتيكال تويزرز. حد عارف الاوبتيكال تويزرز؟ سمع عنها؟ يعني ايه تويزر؟ الشباب المتحدث باللغه الاعجميه، يعني ايه تويزر؟ الانجليش. مين الشباب المتطور؟ مفيش حد يعرف يعني تويزر؟ مش ممكن. يلا مش مشكله. طيب عارفين ملقط؟ تمام؟ الملقط الطبيعي بتاع في الملقط بتعمل ايه؟ بتروح تمسك حاجه كده بالملقط، حاجه رفيعه تمام. فهم عملوا طريقه بالليزر بيمز تمسك المولكيول، يعني هو بالليزر، فدول سموه اوبتيكال تويزر. تروح تمسك المولكيول كده، فممكن يمسك المولكيول من هنا دي ان اي مثلا، واوبتيكال تويزر ثاني يمسكه من حته ثانيه، وبعد كده يبقوا مشدين الدي ان حاجات كده. يعني الحاجات دي موجوده في الحقيقه مش خيال علمي، مش ساي فاي، فبتبقى اكنه ملقط بس معمول بالليزر يمسك المولكيولز. شفت الدنيا؟ بس ما يعرفوش الفول، ما هم مهما عملوا مش تلاقي الواد بيتكلم في الاوبتيكال تويزر ما يعرفش الفول، عمره ما عرف العربية فول. لا مش عليكم مذاكرة. طب بص بقى، بص لا واللي جاية مش عليكم كمان تمام؟ بص بقى انا عايز اديكم للناس المهتمه، يعني لو الناس عجبها الموضوع، يعني لو في ناس لسه في حته جايه عليكم، بس دي حته مش مهتمه مش علينا. بنتكلم في حاجه اسمها بروتين فولدنج وبروتين ديزاين. في شباب بره قاعدين بيعملوا ايه؟ بيديزاين بروتينز. بيديزاين بروتين يعني ايه؟ يعني انا عندي بروتين اصلا بيعمل حاجه معينه ماشي، فهو عايز يعمل بروتين معدل بيعمل حاجه ثانيه. يعني مثلا بروتين بيمسك سيرتن سبستريت يحوله لحاجه ثانيه انزيم، فانا عايز اعمل بروتين انزيم ثاني. وعلى فكره ده اللي بيتعمل في شركات الادويه، يعني الشركات المشهوره زي جيلياد والحاجات اللي هي بتعمل الحاجات الغريبه سوفالتي والكلام بيعملوا السينثيسيس بتاع الدراجز مش بالطرق القديمه دي تمام، بيستخدموا بروتين انزيمز وحاجات من تيار 60 ميلا هي اللي بتعرف تعمل ال 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 الكاتاليسيس. فاهمين حاجه معايا؟ المهم بيعملوا ايه بقى؟ بيروحوا كده يجيبوا كام واحد ويدوا لهم فلوس كتيره ويقول لهم بصوا يا شباب السبستريت ده احنا عايزين نحوله ده، بتوع الكيمياء مش هيعرفوا يعملوها. مفيش حل غير انك تجيب بروتين يعملها لنا. البروتينات بقى بتعمل حاجات غريبه تمام؟ ففي بروتين بيحاول سبستريت شبهه. هيقول لك بس سد لي تمام؟ هات لي بس 200,000 دولار في السنه وانا هظبطك. ماشي اتفضل تمام؟ فيقعد الباشا ويقعد يعمل ايه؟ يقعد يبص على البروتين ويبص على السبستريت المقصود ويعمل الاتي. ثواني. يعمل ايه؟ يقول مثلا ده اللايجند اللي انا عايزه تمام، يشوف البروتين ستراكشر ويشوف الفانكشن بتاعته ويشوف هو هيعدل في الفانكشن ازاي. وعشان يعدل في الفانكشن مثلا علشان يعمل الكاتاليسيس المطلوب المفروض ازود امينو اسيد في الحتتين مثلا تمام. فيتخيل ستراكشر جديد للبروتين، الاستراكشر الجديد ده تخيلي حاجه كده في دماغه، وبعد كده يقول عشان اوصل للاستراكشر ده البرايمري سيكونس المفروض تبقى عامله ازاي. فهمتوا اللعبه؟ اللي فات كنا بنقول ايه؟ اللي فات كنا معانا البرايمري سيكونس ومش عارفين ال 3D ستراكشر. لكن البرنس ده بيعمل ايه؟ بيتخيل 3D ستراكشر وبعدين يقول يا ترى هعمل البرايمري سيكونس بتاعته ازاي؟ ده بيسموه بروتين ديزاين. تمام؟ فلوس كتير، الموضوع فيه فلوس. في فلوس.
تمام. طيب فده بيسموه دي نوفو بروتين ديزاين، بيستخدمه كتير في البايو تكنولوجي والدراج ديزاين النظيف يعني او الدراج سينثيسيس العالي يعني. فبيقول لك بروتين فولدنج اند ديزاين ار تو سايدز اوف ذا سيم كوين، وجهان لعمله واحده. البروتين فولدنج يعني ايه؟ يعني من البرايمري سيكونس ازاي بلاقي 3 دي ستراكشر، والبروتين ديزاين العكس، من سيرتن 3 دي ستراكشر ازاي اعرف البرايمري سيكونس اللي ممكن تفولد وتعمل الستراكشر. ثاني حاجه حوار كبير يعني. طيب انا عارفه البرايمري ستراكشر اللي بتعمل البروتينز المعروفه، بس انا دلوقتي بعدل في البروتين، فهل انا لو مجرد زودت امينو اسيد في الحته دي فعلا هيفولد ويعمل الموضوع ده؟ مش شرط. البروتين متاخد من 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 اي بكتيريا او منك حتى، بس اكسبرست في البكتيريا، وانت بتحاول تعمله اكسبريشن بطريقه انك يفيدك بعد كده في الايه، في الانزيم كاتاليس. هو في برانش اوف نوليدج اسمه انزيم كاتاليس، انتوا يمكن ما تسمعوش عنه، تمام. انك انت زي ما بتحط، انت عارفين تحطوا كاتاليس مثلا في الرياكشن بتاعتك، تحط بلاتينم، تحط انزيم، في حاجه بقى انك تحط بروتين، تمام. البروتين يوم جاي وعامل كاتاليسس للايه، للسبستريت بتاعه، تمام. بتبقى بوندز مستحيله يعني، صعب يعني، مستحيل كيميائيا تعملها، بس البروتين عشان هو مظبط 3 دي ستراكشر بيحط السبستريت في الحته المظبوطه والسبستريت الثاني في الحته المظبوطه ويخليهم يشبكوا في بعض بالحته دي بالذات، تمام. طيب كل ده مش علينا، بصوا الثلاثه سلايدز دول مش علينا، الاربعه اكشلي، البروتين اللي هي السلايد دي مش علينا، دول اللي منشأ ان يستزيد يعني. نرجع لمرجعنا احنا حتى الان اتعلمنا ايه؟ حتى الان اتعلمنا ان احنا في certain experimental techniques اقدر اعرف بيها ال 3 dimensional structure بتاع البروتين، صح كده؟ طيب افرض مش عارف، يعني افرض انا بدور على البروتين بتاعي وليكن certain membrane protein ومش لاقي ال structure بتاعه، طب هل انت محتاج ال structure؟ ممكن ابقى محتاج ال structure عشان اعرف اصمم ليجند يمسك فيه، تمام كده؟ طب اجيبه منين؟ ما نور عليك. فدي هنجيبه من واحد تاني شبهه. طب انا اقدر اعرف شبهه ازاي؟ ما احنا عارفين البرايمري سيكونس. لو البرايمري سيكونس بتاعتك شبه البرايمري سيكونس بتاعت المعروف، يعني احنا دلوقتي عندنا تارجت بروتين انا مش عارفه، انا مش عارف الشكل بتاعه، بس عارف البرايمري سيكونس. I do not know its 3D structure but I know its primary structure. تمام؟ طيب وفي بروتين تاني انا عارف الاثنين، عارف البرايمري وعارف الترشري structure بتاعه. فانا هقارن البرايمري ستراكشرز بحيث ان انا احاول استنتج التيرشري ستراكشر بتاعي عامل ازاي، تمام كده؟ فاهمين حاجه؟ بالظبط، عشان كده انا بستخدم تمبلت، انا بحاول اعرف الطبيعه بتعملها ازاي اصلا واقلدها، فاهم قصدي؟ انا مش بعملها فروم سكراتش، فروم سكراتش دي صعبه جدا. يعني لا مش كده، انا مش عارف كده ولا مش كده، انا ليه دلوقتي البرايمري سيكونس ده الفلاني وليكن سيرتن بروتين، بس سيرتن جي بروتين، وانا هوريك دلوقتي مثال حي يعني. عندنا جي بروتين كابل ريسبتور معروف الاستراكشر بتاعه، تمام. واحد تاني سب تايب، فاكرين سب تايب صح؟ كان ساعات مثلا يبقى فيه مش عارف زي مثلا سيريتونين سب تايب 1، سيريتونين سب تايب 2، حاجات كده، هم بيبقوا شبه بعض. انا مش شرط يكونوا يعني، انت مش عارف شكلهم، ممكن تبقى عارف شكل واحد منهم، فالتاني لو هو السيكونس بتاعه قريب يبقى تستنتج ان اكيد في شبه، تمام. يا دكتور ده حته كده زي الليجند، تاني كده الليجند. لا انا كل ده انا بحاول اعرف الاستراكشر بتاع الريسبتور علشان استخدم استراكشر بيز ديزاين، كده بيز استراكشر بيز. تمام. طيب الهومولوجي موديلنج اللي هو كومباريتيف موديلنج، نفس الفكره بالظبط اللي قالت عليها فايل، ان اجيب حاجه شبه، تمام. It assumes that similar amino acid sequences produces similar folding، وده صح، ان الامينو اسيدز لو شبه بعض هيعملوا نفس الفولدنج، ساعات يبقوا زي بعض بالظبط فاكيد الجزء ده هيعمل فولدنج بنفس الطريقه، وساعات يبقى فيه هومولوجي. يعني ايه؟ يعني انتوا عارفين الامينو اسيدز بيبقى ليهم certain side chains، والحاجات دي كنتوا بتحفظوها ايام كنت بتاخد بايوكيمستري. يعني كان الجلوتاميت مثلا في سي او او اتش، تمام. الاسبرتيت في سي او او اتش برضه، بس في فروقات صغيره منها، فاهمين قصدي؟ تمام. فبيبقى في سيرتن هومولوجي بين سيرتن امينو اسيدز، الاسبرجين مش عارف شبه الجلوتاميت، حاجات كده، السيستين شبه الميثايونين. فلو انت البروتين بتاعك فيه شبه من الحاجات دي ممكن تستنتج الاستراكشر بتاعه هيبقى عامل ازاي. معايا كده يا شباب؟ ده كده دكتور زين صح يا نور؟
طيب اللي بيحصل بيبقى كده فعلا زي ما انتم شايفين. شايفين هنا كده ده البرايمري سيكونس اللي فوق ده وده البرايمري سيكونس. واحد من دول معروف واحد مش معروف, فهو الكمبيوتر بيحاول يأساين يقول لك ان ده شبه المجموعه دي وبعد كده في دول شبه المجموعه دي انسون. ساعات يبقى في جابس في النص مش لاقي لها شبه, فاهم قصدي؟ حاجات بقى بيتعمل لها موديلنج بقى على الكمبيوتر. يعني انا بيبقى في جزء مستمد من الطبيعه وجزء بعمله على الكمبيوتر, ماشي؟ علشان الهومولوجي موديل بتاعي يبقى حلو ايه اللي المفروض يتوفر؟ اولا يبقى الالاينمنت معمول بطريقه كويسه, تمام؟ الالاينمنت معمول كمبيوترايز بطريقه نظيفه. طيب التمبلت بتاعي اصلا اللي انا بقيس عليه ده المفروض معروف اكسبيرمنتلي, الاستراكشر بتاعه معروف اكسبيرمنتلي, المفروض يبقى كويس. هو نفسه الاستراكشر بتاعه حلو لان في ستراكشرز بتبقى ريزولوشن عالي وفي ستراكشرز ريزولوشن واطي اند سو اون, ماشي؟ هتكلموا عن الموضوع ده في اللاب. طيب ساعات يبقى فيه جابس زي ما شفنا كده, الالاينمنت يبقى فيه فجوات, الفجوات دي كل ما تقل كل ما يبقى احسن. طيب السيكونس ايدنتيتي دي اهم حاجه. لو انا عندي السيكونس ايدنتيتي قليله, السيميلاريتي بين السيكونسز قليله, يبقى انا متوقع الموديل بتاعي مش حلو قوي. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي اثنين بروتينز, البروتين بتاعي وتمبلت انا بقيس عليه, لو هما اصلا البرايمري سيكونس مش شبه بعض اصلا يبقى اكيد التيرشري ستراكشر اللي انا بعمله ده زباله مش معمول كويس, فاهم قصدي؟ طيب ايه الهومولوجي السيكو السيميلاريتي المطلوبه؟ معظم الناس بيتكلموا في سيميلاريتي على الاقل 70%, يعني يبقى في سيميلر امينو اسيدز عندك 70% من الايه التمبلت. طيب في حتت في الاستراكشرز بيبقى فيها ايرور اعلى من حتت ثانيه, وانا هوريكم دلوقتي مثال حي. انا كنت لسه بنتكلم في البروجكت من البروجكت بتاعتنا بتاعت الجرادويشن من ربع ساعه ده كمان. طيب اخر جمله دي مهمه قوي يا جماعه. ان جنرال عموما الهومولوجي موديل زباله, تمام كده؟ ليه؟ المفروض تشوف الاستراكشر بتاعك في 3 دي ستراكشر بالكريستالوجرافي او بالان ام ار او كده. الكومباريتيف موديلنج ده وحش ان جنرال. لو انت عرفت تركز على حتت معينه ممكن تخليه كويس, وده اللي الجماعه بتوع الهومولوجي موديلنج هم اللي بيعملوه, ماشي كده يا شباب؟ طيب دي مش علينا, اللي هو الالاينمنت بيتعمل ازاي اصلا على الكمبيوتر. بيبقى في برامج, لو انت دخلت على جوجل وكتبت بلاست مثلا في برامج اونلاين ممكن تحط فيها السيكونس بتاعك وهو يقعد يدور على سيكونس شبهها وحاجات كده, مش لازم السلايد دي خالص. احنا عايزين تعرفوا الحاجات دي فور يور نوليدج. طيب هي الساعه كام؟ احنا الوقت سرقنا ده لسه بدري يا راجل. انا بحسب ان على ايه؟ يا دوب بلح العصر. ماشي. اللي بيحصل في الهومولوجي موديلنج الاتي, انك انت بيبقى عندك تمبلت اتفقنا عليه, تمبلت ده اللي انت بتقيس عليه, تمام؟ وبتعمل الاينمنت مبدئي وبعد كده بتقعد تصلح في الالاينمنت المبدئي ده, شايفين اللي هو الالاينمنت كوركشن, وبعد كده في النهايه بتعمل باك بون جنريشن. باك بون اللي هو الريبنز واللي هي البيتا شيتس والالفا هيليسز والحاجات دي, والحاجات دي بتبقى مربوطه بشويه امينو اسيدز بيتعمل لها موديلنج على الكمبيوتر اللي هو اللوب موديلنج ده. وانا هوريك الكلام ده بالظبط مثال حي ليه يعني, تمام؟ وبعد كده بيتعمل سايد تشين موديلنج, لان دلوقتي ده الباك بون. هو ايه الفرق بين الباك بون والسايد تشين؟ تكون عامه عظيمه انا عارف, تمام؟ كلمة أورثو يعني صح يعني مستقيمة مباشرة, تمام؟ فالطريقة الصح فور بايندنج اللي هو بيبايند لنفس السبستريت, نفس السبستريت بتاع الايه؟ بيبايند في نفس الحتة بتاعت السبستريت اللي بيبايند في البروتين, تمام؟ مش كده يا جماعة؟ مش فاهمين حاجة؟ لو البروتين ده جوه الجسم أكيد ليه سبستريت, يعني في حاجة بتمسك فيه, مش كل البروتينز ليها سبستريت, بس يعني البروتين ده ليه سبستريت, تخيل ماشي؟ البروتين سيرتن انزايم فليه سبستريت بيمسك في حتة. فالاورثو سبستريت اللي هو بيمسك في نفس الحته اللي بيمسك فيها البروتين اللي بيمسك فيها الليجند اللي جوه الجسم, فاهمين حاجه؟ هو ده الاكتف سايت اصلا بتاع البروتين ده اورثو, فاهمين حاجه؟ مكان السبستريت الاندوجينس اصلا, عشان كده بيسموه اورثوستاتيك اكتف سايت, هو ده اصلا السايت بتاع الايه؟ البروتين, تمام كده؟ طيب الالوستاتيك بقى اللي هو في حته ثانيه,
في حته ثانيه. عشان كده كلمه ستيريك يعني فراغ، اورثو زي ما اتفقنا مستقيم، فيبقى في نفس الحته او صح يعني مش مستقيم، ذا كوركت. فكوركت بليس اللي هو اللي فيه اصلا بيحصل ايه، بيحصل البايندنج. تمام. الالوستيريك اللي هي الحته الجانبيه، واخدين بالكم؟ ثاني حاجه الالوستيريك يعني في حته ثانيه، دي الفكره. فممكن يبقى في البروتين بتاعي ليه سيرتن مكان بيمسك فيه الليجن، وممكن يبقى في مكان تاني ممكن يمسك فيه حاجه تانية. اشهر مثال على الاطلاق في الحاجات دي الجابا ريسبتورز. عارفين الجابا ريسبتورز؟ ايه اللي بيمسك في الجابا ريسبتورز؟ وايه تاني؟ طوب الارض بيمسك في الجابا ريسبتورز. لو انت معدي جوه الجسم هتمسك في الجابا ريسبتورز. تمام. عندك ايه؟ عندك البربيتوريتس، عندك كل حاجه دي تمسك في حته. البايندنج سايت على البربيتوريت، غير البايندنج سايت بتاع البنزودازابين، غير البايندنج سايت بتاع الفايروتوكسين، غير البايندنج سايت بتاع خالتي، فاهمين حاجه؟ تمام. فكل حاجه مختلفه. انتوا معايا؟ اكيد. طيب انتوا تعرفوا ايه الجابا ريسبتورز؟ يعني ايه جابا؟ سلام، يا سلام على الناس اللي مظبطاني. شكرا شكرا. متعبين قوي والله، متعبين متعبين قوي. قربنا نخلص. طيب علشان الاقي بقى سواء اورثو او سواء الوستيريك اكتيف سايت بعمل ايه؟ يا اما يبقى اللايجند جوه اصلا مع البروتين، يعني انا لما بعمل سولوشن بعمل اللايجند مع البروتين، هو بيروح يلاقي مكانه ويمسك فيه، بعد كده اصورهم بكريستالوجرافي. تمام. دي سهله قوي، انا كده عرفت الاكتيف سايت. تمام. طب لو ما عرفتش، يبقى الطرق بقى اللي هي اللي احنا هنقعد نلف وندور. لو انا مش عارف، هدور على بروتين تاني شبهه واشوف اللايجند بيمسك هناك فين، واقول يبقى انا عندي بيمسك في نفس الحته تقريبا. فاهمين حاجه؟ طيب. طب لو انا ما عنديش اي حاجه، يبقى بستخدم طرق كومبيتيشنال تماما. كل الكومبيتيشن دي بتعمل ايه؟ بتبص على البروتين وتقعد تحاول تحدد كافيتيز. تمام؟ وتقول لك الكافيتيز دي كافيتيز محتمله ممكن يمسك فيها الليجن. طبعا الكلام ده دقيق ولا لا؟ الاخير ده في البلاله، يعني احنا كل لما بننزل كل لما البلاله ليفل بيزيد. تمام؟